نقدم هذه الزيارة لسماحتكم وللوفد المرافق، وهذا قد مصدرنا إن شاء الله يكون دائما اسمه مرفوع وعالي. فأكيد إحنا من جديد باسمي وبنا هاي أرضنا وهذا تراثنا. نتعلم درس كبير من هذه الكنيسة ومن إخواننا المسيحيين في العراق، وهو المثابرة والصبر والعزيمة على رجوعهم إلى السلام مرة أخرى وإلى الاستمرار في الحياة. فالاستمرار في الحياة يعني هي مجابهة الإرهابيين ومجابهة القتلة الذين يريدون تفتيت العراق وتفتيت الأديان. و نحن متعاطفون مع المظاهرات، ومع أنا دائما متعاطف مع الشعوب، ومطالب التي تطرح في المظاهرات أغلبيتها حقة، لنا عليها تعليق فقط على اجتثاث البعث وما شابه ذلك. واجتثاث البعث لا بد من أن لا يحكم العراق مرة أخرى.